في الماضي كان الإرهاب يميل نحو استخدام القوة والعنف المباشر، والآن في العصر الحديث ظهر الفكر المتطرف الإلكتروني أو البديل الآمن كما يطلق عليه، وهو عبارة عن شبكة أو خلايا متعددة منفصلة بعضها عن بعض مكانياً، إلا أنها تلتقي في الأهداف والأفكار، والنتيجة آلاف الضحايا. ولكن من ينفذ هذه الهجمات الإرهابية هم شباب من مختلف الأعمار، تم تجنيدهم في سرية تامة. هذا الوضع خلق انطباعاً وشعوراً بأن لا أحد في مأمن من هؤلاء المتطرفين. وتنفذ الجماعات المتطرفة أعمالها في تجنيد الشباب بسرية تامة وجمع التبرعات المالية وإرسال واستقبال الأموال في مناخ آمن، وذلك عن طريق الإنترنت المظلم أو ما يسمى ديب ويب، وهي شبكة لا تعتمد على المتصفحات العادية، بل تسخر أنظمة معقدة يصعب على الأنظمة الاستخباراتية تعقبها. ولخطورة الأمر حذرت عدة دراسات من تحديات العالم الرقمي الذي تستغله الجماعات المتطرفة لترويج أفكارها واستقطاب الشباب وتمويل عملياته في ظل اتجاه عالمي لتجديد التشريعات المكافحة للإرهاب. ولكن يبقى السؤال الأهم، كيف يمكن محاربة اكتذاب الفكر المتطرف للشباب؟